تفاصيل قصتك انت والدكتور رائد لطول. تفاصيل بدك؟ لا انت بتعرف علي، انا اليوم هيدي حياة خاصة، حرام يعني من العيب انه نتطرق لحياة نحن عنا اياها كانت يعني بالسر. بس طلعت للعنان. مش نحن اللي طلعناها، نحن نأذلها. كان متزوج هو؟ كان عنده مشاكل وكان عندي مشاكل، والتقينا وحبينا بعض. ورفيقتك؟ منا رفيقتي، انا لما شفت الصور نزلت قلت عيب يا جماعه، هيدي حياه هدول اصدقائي وكذا، مش عارف انه في صور بعد تانية حتنزل. بقى بيطرقوني الضرب ومنزلوا الصور اللي فيها خطبه وحب، هون جنات. ساعتها دغري مسحتهم عن تويتر لانه خلص عرفت انه انفضحت القصه. يعني انت كنت عايشه قصه حب انت وياه، هو عنده مشاكل مع عائلته وانت عندك مشاكل مع عائلتك. بالتفاصيل يعني، وقال كيف اثنين حبوا بعضهم صيف وشتي وبحر وثلج وسفر يعني، بس انه خلص خلصت يعني. وصلنا كل حدا بيقطع بظروف بحياته، كل حدا بيقطع بامور صعبه وبعدين بيقرر شو يعمل يعني. ما مش الحال، مش الحال، قطعنا بكثير قصص كانت بشعه وكثير قصص كانت حلوه وخلص بالنهايه كل واحد راح بدربه. بس انه القصه قديمه، انما الصور تسربت مؤخرا يعني باي هدف اكيد اذى. بس انا بقول اذا ارتكبت جريمه بالحب خلينا كلنا نرتكب جرائم بالحب. انا ما قتلت طفل ولا كبيت كيماوي، نحن كلنا بالحياه كثير في مشاكل بيهايند كلوزد، ورا البواب المسكره كثير، ومش كل الناس متزوجين متفقين مع بعض، ومش كلنا بنقطع بقصص، بنقطع بمحلات بظروف وبنضعف، بس ما حدا منا بينقي كيف يحب ومين يحب. بس طبعا ما كانت صديقتي، لا مستحيل، بس انا جربت لان شفت صور عاديه يعني مع بعض كيمشين ايدين بعض، بصير انه يمكن هي عم بتصور لانه صديقتي وهو صديقي وعيب. بس لما نزلت الصور الصور يعني اللي هي ما فيها شيء، بس انه خلص واضحين كانوا الخطبه وهول، بقى ساعتها مسحتهم.